يا حلوين هنتكلم عن الوينتر داي. عن الوينتر ايه؟ ايه فصل ايه يا ولاد؟ فصل الشتاء. فصل ايه يا ولاد؟ الشتاء. احنا دلوقتي يا حلوين في فصل الشتاء ولا فصل الصيف؟ الشتاء. الشتاء. فصل الشتاء بيبقى الجو حر ولا برد؟ برد. لا برد. فصل الشتاء بيبقى الجو ايه؟ برد. بيبدا من 22/12 في الشهر ده يوم 22 وبينتهي يوم 20 ايه يا اولاد؟ مارس. بينتهي يوم 20 ايه؟ مارس. قلنا الجو بيبقى فيه برد وبنلبس فيه الملابس الثقيله ولا الخفيفه يا حلوين؟ الثقيله. كلنا دلوقتي لابسين ملابس ثقيله ولا خفيفه؟ ثقيله. عشان نحس بايه يا اولاد؟ بالدفء. عشان نحس بايه؟ بالدفء. والدنيا يا اولاد بيحصل لها ايه في الشتاء؟ بنلاقي ايه بينزل من السماء يا اولاد؟ لا بينزل ايه؟ ماء المطر. بينزل ايه من السماء يا اولاد؟ ماء المطر. ربنا بأمر سيدنا مين؟ مين الملك الموكل بنزول المطر؟ ميكائيل. مين الملك الموكل بنزول المطر يا حلوين؟ ميكائيل. ميكائيل. بأمر سيدنا ميكائيل ان هو ينزل ايه؟ المطر. والمطر دي خير يا اولاد نازل من عند ربنا، لان ميه الشتاء دي بتنزل على الزرع. الزرع بينبت من ايه؟ من الارض. احنا اخذنا في سوره عبسه يا اولاد، فلينظر الانسان الى ايه؟ طعام. انا صببنا الماء صبا. فصل الخير والعطاء ياتي فصل الشتاء بعد فصل الخريف. في الشتاء اتناول المأكولات والمشروبات الساخنة. في الشتاء رعد ومطر وتتساقط الامطار. في الشتاء ارتدي الملابس الثقيلة. لما الدنيا تمطر اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.